واش الخوت، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كاملين في فلوق جديد. كيفما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في سوق القرعه، معنا ابو عميره ديال القرعه. وهذا اليوم كان السوق زوين مع هذه الوحده ونص ديال الصباح، وحده ونص ديال الزوال، وحده ونص الزوال، وحده ونص الزوال. سوق محرك تبارك الله، كان عامره المقني باع وشرا تبارك الله. معنا اكبر مهرب الفيروش الله ايوب اللي خاصو القرع، راه عنده القرع. مرحبا بكم الخوت، كل سبت واحد كيتواجد معنا في سوق القرعه. قرعة كان اليوم السوق ديالو زور ناضي، كيبيع الشراء ناضي. ها انتم على راس جديد اللي كاين اليوم، هادو نسيت على لا راس ديالهم، السميه ديالو نرويجي نرويجي ما عرفتش يقولي. لا لا مشي يوركشير، هذا نرويجي يقولي ما عرفتش. انا اللهم بارك، راه اللي كيشوفك يقول جلوستر تبارك الله. شي حاجه زوينه وشي حاجه اللي قليله في السوق. شحال عندنا الثمن هنايا؟ فيش 300 درهم. والروز تباعت فيها سادي، هذا الروز راه تباعت تبارك الله. شحال دات؟ 400 درهم. واش الخوت، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كاملين في فلوق جديد. كيف ما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في سوق القرعه، معنا ابو عميره ديال القرعه. وهذا تحياتي لكاع حبابنا وكاع صحابنا وكاع الناس كيشوفونا معنا وكيتفرجوا فينا. بداو بديه بعدا صح طوير بعدا. مرحبا بكم في فلوق جديد من الفلوقات اللي كندير لكم في سوق القرعه. حنا كيف ما كتشوفوا رايحين مع احبابنا وصحابنا. ان شاء الله دابا غنبداو نصوروا الطويره اللي كاين في سوق القرعه، نولعوكم معنا شويه، نشوفوا لي راس اللي كاينين، شوفوا الكالوبسات، شوفوا لي كناري. عسيلة ها هو راه واقف، حتى هو واقف عليه الكليان معنا. عسيلة ها هو هكا. السلام عليكم حبابي، صحة لاباس، نتمنى لكم ألف خير إن شاء الله. عسيلة اليوم تبارك ناشط اليوم والله يا ناشط. أنا ديما ناشط ديما ضحك مع الإخوان. اليوم كان السوق زوين مع الشباب. هذه الوحدة ونص ديال الصباح، وحدة ونص ديال الزوال، وحدة ونص الزوال، وحدة ونص الزوال. سوق محرك تبارك الله، كان عامرة المقني باع وشرا تبارك الله. معنا أكبر مهرب الفيروش. الفيروش سي أيوب اللي خاصو القرع، راه عنده القرع. مرحبا بكم الخوت، كل سبت واحد كيتواجد معنا في سوق القرعه. قرعة كان اليوم السوق ديالو زور ناضي، كيبيع الشراء ناضي. شحال الثمن ما بين كاين منين تالين؟ من 100 درهم حتى من 120 درهم. من 100 درهم حتى 120 درهم. وانت واللي جا كيضربوا لي انتوا على راسه باخ. ها هو تقر دي معاك، حداو راسكم الخوت اللي بغى ياخذ شي قريع يحدي راسه، يدي شي واحد اللي عنده معرفه بالطيور اللي كيعرف في القرع باش يعزل ليه. هذا ما تجيش عنده، هذا خليه لراسو. ولا جي عند الدراد انا نقولو قديم جي عنده شو. تبارك الله شي حاجه مرحبا جي عنده غيصيفطك الشواده. وين الخوت، غنبداو الدوره ديالنا على بركه الله. نشوفوا الطويرات اللي كاينين في سوق القرعه، نشوفوا عسيله جيب لنا اليوم. تحياتي لكم كاملين والله يدير الخير. انتم عسيله كيشرح للكليان، احسن حاجه فيه هو انه يكون واقف كيبدا يشرح للكليان لا راس اللي عنده. زيد باش كتمشي زاد لا راس عندك السي عثمان لا راس مشي زيد ديالها الجماليه كاينه لا راس كنعرفوك باه كذا الكليان كذا تشرح ليه وكذا نشرح ليه راس اخواني بطريقه خاصه هو اللهم بارك نشرح راس نشرح لهم راس. شنو هذا اوباج هذا راك هذاك غير تفكر هذاك غير تفكر الا كاين اللي كيبدا يسول عثمان شنو هو ذكر واجد انتوا كدا هادي كوب بلا شنو هادي شنو لا راس انا مصيب خاص ضروري خاص. المهم الخوت قراي تاع المره عاش مره اللي كيجي كيبقى يشرح لي هادي لا راس فلان فلانيه هادي لا راس فلان فلانيه. ها انتم لا راس جديد اللي كاين اليوم اللي كيشوف هاد البياسات هادو كيقول لهم راه جلوستر. هادو نسيت على لا راس ديالهم السميه ديالها والله الا نسيتها. واش نورويجي وما عرفتش هذا نرويجي يقول لي ما عرفتش. المهم هذه واحد لاراس تبارك الله راهي قريبه للجلوستر شويه قريبه عليه كيف ما كتشوفوها. هي تبارك الله انا اللهم بارك، راه اللي كيشوفك يقول جلوستر تبارك الله. شي حاجه زوينه وشي حاجه اللي قليله في السوق، الناس قلال اللي كيخدموا بها. الثمن ديالها ديال عثمان هذيك اخويا العزيز اللي تقرب 1500 درهم 1500 درهم. يعني كاين الثمن الخوت ولكن راه شي حوايج اللي غابرين وشي حوايج اللي ما كاينينش تبارك الله. ندوزو سيباراسيون عندنا هنايا ها انتم الخوت، عندنا الموزايك روج، عندنا الريسيسيف، عندنا الكلوستر. ها الكلوستر اللهم بارك هنايا اللي راس اللي كاينين عثمان لوبال موزايك روج. هاي واحد بعدي كوبلا اللهم بارك هاي نشيوا ها هو التكاير ديالها. لوبال شحال كيبقى الثمن؟ 550 درهم 550 درهم. ليبوكروم جون ها انتم بحال هاد البياسه هادي ليبوكروم جون 270 درهم. البلون ريسيسيف الثمن تا هو ريسيسيف كيبقى 330 درهم. الكلوستر تا هو اللهم بارك
هذاك التصميم 350 درهم 350 درهم وكاين لي كوبي ديال 800 درهم اللي بقاو عندنا الريد فاكتور كيبقى ب 250 طبعا واخاش كنعطيك 100% 250 درهم كيف ما كتشوفوا باق 2021 كاين بياسه ديال موزايك روج حتى هما شنايبره شحال 500 درهم كوبلا ولاد العام 500 درهم كيف ما سمعتوا كيف ولاد العام كيف واحد عندنا عاوتاني هنايا لاكات موزايك جون هو كاين الكلوستر كيف ما كتشوفوا هو في الخضر كاين في المجلس حتى هو هادو قلتي حتى مره مزياك 250 50 ياك ماشي بالنسبه لهادو ها انتوما دراو كيتسني 250 درنا الشو ها هو دغيا زاد 30 درهم كيتسني 220 قال لي راه 250 ها انتوما لي زابيل تبارك الله بياسه زوينه كاين هي الثمنه لي زابيل دابا لي زابيل شحال الثمن زابيل مع الذكر ديالها دايره 500 كوبله فين هو الذكر ديالها واحد الذكر ديالها هذا بلاتي هذا هو الذكر ديالها الخوت لي زابيل 550 درهم كوبله كيف ما سمعتوا لي زابيل 550 المهم هذه السلعه عند باتمان كيف العاده اي راس بغيتيها مرحبا بك كاين ريسيسيف كاين الموزايك كاين الريد فاكتور كاين الكلوستر اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم نخلي لكم الميل ديال باتمان كيف العاده تواصلوا معاه فيها تحياتي باتمان صافي نخليها اليوم عندي بقيده اللي بغى شي حاجه تفاهمنا معاه ويسر في الثمن شويه واش نقولوا ليه يزيد شفت في الحرفه مزيان والله ما مشاش الدم 220 درهم ديالو ماشي يسمح فيه يقول السيمانه الجايه السبت الجاي الحد الجاي نخلي الفيديو حتى هو شاهد عليك وايا السبت الجاي غنجي غنحيد لك التكر والجنتوات التكر والجنتوات غنجي السبت الجاي غنحيدهم قدامكم الخوت ان شاء الله اعطي اعطي هذا البنكه ديالي البنكه ديالي كيخلص في الكليان انا يا زرق علام عطيه 20 عطيه الله يرحم الوالدين شكرا جزيلا عاشر مالك الله يسخر الامور باتمان هذا اقسم لك بالله كون عطاوه يقري الكناري الله يكون هو الاول والله اش يقري والله العظيم والله باتمان انا ناقل عليه دابا منين كنت انا باقي نبروش انا ناقلت عليه راه هذا هو الدربهم في البعيد تبني من الليل هو تاكله 13 درهم جابو هذا هو العام 14 درهم المهم باتمان تحياتي والله يدير خير خويا ياسر الله يسخر الامور انت اللي جبتي لي هاد الكوبلا ياك هاد الصديقه هو تحياتي خويا عزيز راه هو جاب لي الكوبلا وخدا معاه سوق هاد الجويج وريتها لهم تبارك الله من مراكش هذيك باشمان الله يسخر الامور اللي بغى شي حاجه يتواصل معاك وسخيسر معاه في الثمن ان شاء الله الله يدير الخير فوالا الخوت عشاق الدريساج كيف العاده كاع الناس كيتسول فينا دائما على لي زانسيبارابل المدرسين عندنا هنايا تبارك الله الفيشر وكاين الروز اللهم بارك شي حاجه مدري بيان دريسي وشي حاجه زوينه اللهم بارك ما كاينش شي عده قاصحه انا اللهم بارك في الفيشر هذه كيف ما كتشوفوها راه فيها الدم ديال بيرسوناطا شحال عندنا الثمن هنايا فيشر 300 درهم والروز تباعت بياسه هذه هذا الروز راه تباعت تبارك الله شحال دات 400 درهم كيف ما سمعتوا هذه البياسه راه تباعت 400 درهم روز اوبالاين وهذه البياسه راه فيشر هذه عنده مشكله من الصبع الشيء حاقد ولي زانس كامل راح تشاف فيه صبع كيقباح معاه كيبدا يعض فيه المهم بياسه 300 درهم ديال الفيشر هذا شنو هو دريسي ولا ماشي دريسي هذا غير نورمال سوفاج هذا الثمن ديالو هذا 200 درهم 200 درهم سوفاج عندنا لي كالوبسات عاوتاني عشاق لي كالوبسات اللهم بارك انا عاوتاني كاين عاوتاني اللي كيدريسي كيشدهم كيسكوتشيهم يقول لك راه مدريس ما موكل لا بافانتي لا والو هادو واكلين بسوران كيف مشوا الخوت هادو راه واكلين بسوران اللهم بارك شي حاجه مدريسيه وشي حاجه زوينه انا شبرتو نهضر بعد بياسه اخرى واخا الكالوبسا عاوتاني عندنا هنايا اللهم بارك لي زابيل انا شبرتو طلع 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 صح طلع انا اللهم بارك عشاق لي كالوبسات هما موجودين عنده هاد الدري راه تكون معنا ديما في السوق كيبيع ويشري في الطويرات عنده المدريسي عنده السوفاج كاين البيروش ها انتوما يلا شميش الخوت والله الا الافانتي اللي خاصها شي حاجه اخوان خليكم نمير ان شاء الله في الاخر ديال لا فيديو تواصلوا معايا فيها بزاف ديال الناس كيسولونا على لي زان سي باغابل باغينهم سوا فيشر سوا روز اللي خاصها اي حاجه مرحبا وانا عاوتاني الوليدات تبارك الله كاين الناس كيسولوني على الوليدات شحال ساوي شحال كيديروا الثمن لا هذا ماشي شحال يكون دايرين في الثمن في السوق
150 180 190 كله. كيف ما سمع شو الخوش من 150 درهم كل 180 درهم هذا راه ماشي البيع. هذا قال لكم خلي شي لك هذا خلاها الحنانه عجبها الصحه والراحه تقول لها الصحه والراحه. المهم الخوت اللي خاصة اي حاجه سميه خويا ياسين اللي بغى اي حاجه يتواصل معاه في الميره ديالو نخليها لكم دابا. قول لي النميره 07 77 68 12 09. هذه هي النميره ديال خويا ياسين. المهم اكثر اللي يقدر يدوي معاك يدوي معاك اللي باغا شي حاجه مدريسيه تفاهم ليا مع الناس. والله يسخر الاول ابو ياسين واخر كلامنا الله يدير الخير. انتوما الخوت حنا يلا جينا عند بيلي الغني على التعريف. ها هي الحطه الجديده ديالو كيف ما كتشوفوا. ها هو بيلي خيب راه كيف ما شفتوه. ها هو داوي ابل راه بدل الطريحه ديالو كان دير طابله حط باراسول في هاد البلاصه وحط لي كاش ديالو هما هنايا. اللهم بارك اليوم راه جايب لي كالوبسات تبارك الله راه باع وشرا فيهم. بيلي كيسولوك الناس علاش بدل شي حطه حيت شي طابله. اه قول لهم خرج برا باكونس دابا خرج باكونس بيلي. ها انتم الخوت عند الكوبله بكاش ديالها تبارك الله. هذه بكاش ديالها بيلي ياك؟ نعم كاش ديالها. ها بكاش ديالها بالكاش ديالها. ثمن هنا فين؟ ثمن هنا؟ بالكاش؟ اه بالكاش غندير معاهم ثمن زوين على حسابك انت 800 درهم. ها انتم الخوت بكاش ديالها كوبلا اللهم بارك. جوج بياسات لاتينو كيف ما كتشوفوا شي حاجه زوينه اللهم بارك وشي حاجه مليحه. يمكن هذا هو التكير وهذه هي النشيوا. عمرهم خدموا هذا بيليا؟ عمرهم خدموا يلا نحسوا بالكاج راك شتيو بعيد. اه عمرهم خدموا يلا شتو داروا في هذا الكاج. هذا كاج تبارك الله راه كبير. هذا الكاج ديال شي 180 ماش 170 كاج راه كبير تبارك الله. كوبلا اخرى هي اولدها. عندنا كوبلا هنايا ها هي الفاس بلون هو الذكر ولا هو النشيوا؟ هو الفاس بلون الذكر اولدها. الفاس بلون هو الذكر وهذيك النشيوا يعني كوبلا الصلاح هذه. هذه بالضمانه الخوش كيف ما سمعتوا واليد ديالها هو راه هو هذا. شي حاجه شي سينامو وهذا اللهم بارك سينامو كيف ما كتشوفوا. بعت ولاده دابا بعت كوبلا تبارك الله راه صلاح اللهم بارك يعني شي حاجه بالضمانه. بيلي راه ما يكذب عليكم ما والو شي واحد اللي ثقه تامه. ثمن هنا هذيك اخويا 700 بوحدها 700 درهم ولكن راه غادي يديو كوبلا بالضمانه الخوت 700 درهم غير الريش. كوبلا تبارك الله زوينين وهنا كيف ما قال لكم راه كاين غير وليد وليد ديالهم. ها هو هذا وليد ديالهم وكاين هاد بياسه شنيبي راه حبشيه. ها هي هادشي اللي كان اليوم عند خونا بيلي باع بزاف ديال الكوبلات. بقى عنده واحد كوبلا ديال هنايا ديال الكرون بيروش. هاد الكرون بيروش شحال؟ الكرون بيروش 350 كوبلا. كوبلا 350 درهم تبارك الله. ها شاد كير هو هذا اللهم بارك اللهم بارك. شي حاجه زوينه شي حاجه واعره اوبا لاين اللي بغات كوبلا مرحبا بين شي وهي هادي وتكير هو هذا تبارك الله راه كيبانوا في صحه جيده. والريمبو راه بقى لي غير هادشي كانوا عنده بزاف ديال البياسات تبارك الله. هنا عندنا 100 درهم بياسه. المهم اللي خاصها شي حاجه مرحبا به. بيلي راه بدل الحطه جا لهاد البلاصه هادي هنا فين حاط لي كاش ديالو. اللي خاصها اي حاجه فيكم مرحبا به مرحبا بكم كاملين. غنخلي لكم النميره ديالو تواصلوا معاه فيها. واخر كلامنا الله يسخر الامور والله يدير الخير. انا الخوت كيف ما كتشوفوا الناس يسول على كناري بلدي بياسات سيترون كاين هنايا الكرغلي كاين المجلج عند الزعيم الغني على التعريف كلشي كيعرفوا معروف بالعرام. ديما كدوز قرعه تلقى عنده بياسات بالزيت تبارك الله. ديما كياخذ بالجمله اللي بغى شي حاجه مرحبا به. هنا الثمن منين تالي الثمن معقول الثمن ديال المعقول الثمن المعقول ديال الفريش نيبرات ياك كيف ما سمعتوا الخوت هذا هو الثمن ديال المعقول. خمس البيض 80 درهم البيض 80 درهم وصفر 1000 ريال وهذاك الكره اللي كيبقى بهذيك 40 درهم بحال هكاك. المهم انتم تبارك الله راه شنيبراش ما كاين لا مرض لا والو. كاين اللي عنده شهرين كاين اللي عنده شي 3 شهور كاين اللي عنده 4 شهور. المهم شنيبراش ديال ولاد العام اللي بغى شي حاجه مرحبا به عند الزعيم راه معروف بالجمله ومعروف بالطويرات ديال الكنار يكون عنده بالزيت. انتم سمعتوا الثمن اليوم شحال داير 1000 ريال الكنار البلدي ولا كيحتاج الفلوس بعض المرات كيخرج كيبغي يبيع بقل كيبغي يتهنى شويه. وكان الثمن اللي دابا اللي كاين هو 1000 ريال 40 درهم الثمن ديال الشنيبراش. اللي بغى شي حاجه مرحبا به والله يدير الخير.